انخفاض الحرارة المفاجئ في بداية موسم الشتاء يجلب معه ضيفاً غير مرغوب به، وبالرغم من عدم وجود إثبات علمي إلا أنه من المعروف أن فصل الشتاء هو موسم لنزلات البرد، حيث يرتبط فصل الشتاء ارتباطاً وثيقاً بمرض الإنفلونزا، ويصاب الغالبية بهذا المرض ويعاني منه الكثير طوال هذه الفترة. الفيروس هو كائن أصغر من البكتيريا، صغير جداً لا يرى إلا بالمجهر الإلكتروني، ويعد من أكثر الكائنات الالتهابية انتشاراً أو إصابةً، وخاصة أن البكتيريا الحين طبعاً تعرف أن البكتيريا ممكن مقاومتها بالمضادات الحيوية، ولكن الفيروس ليس له مضاد حيوي، لذلك فالفيروس أصغر بكثير من البكتيريا وينتشر بسرعة أكثر ويؤدي إلى إصابات أكثر وأخطر من البكتيريا. تعتبر الإنفلونزا واحدة من أكثر الأمراض المعدية انتشاراً في العالم، فهي من الأمراض التي تصيب الأجهزة التنفسية عند معظم الناس، مما يؤدي إلى إصابة المريض بالحمى إلى جانب العديد من الأعراض، حيث يصيب مرض الإنفلونزا كافة الناس دون استثناء. فيروس الإنفلونزا بشكل عام يصيب الجهاز التنفسي ويبدأ بأعراض زكام عادية أو التهاب قصبات أو كحة وحرارة وآلام في الجسم. طبعاً هناك فيروس يسمى فيروس الزكام فقط. فيروس الزكام هو الأبسط وأخف أعراضاً من فيروس الإنفلونزا. فيروسات الإنفلونزا هي أشد لأنها تصيب الجسم بشكل عام أكثر، يتترافق مع أعراض بدنية أكثر. للحفاظ على حياة صحية خالية من الأمراض، هناك بعض الطرق المضمونة التي يمكن اتباعها، بالإضافة إلى الممارسات الضرورية والتي تساعد على منع انتقال الأمراض المعدية، حيث أصبحت هذه الأمراض مصدراً للقلق في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد مقاومة بعض أنواع الفيروسات للمضادات الحيوية المتوفرة. الوقاية تتلخص في بعض الأمور، منها غسل اليدين بالماء والصابون، تجنب الأماكن المشكوك فيها بالمرض، عندك الوقاية الشخصية، أيضاً وضع الكمامات في بعض الأماكن المزدحمة، هذه من الضروريات، واستعمال المواد الكحولية المرافقة أثناء السفر، يجب أن ننتبه أن نأخذ معنا الأدوية اللازمة للوقاية، وأيضاً مثل الفيتامينات، استعمال الفيتامين سي والعصائر، وأيضاً السوائل بكثرة. في فصل الشتاء ثمة أمراض عدة يزيد خطر التعرض لها واحتمال انتقالها، ومع ارتفاع احتمال الإصابة بهذه الأمراض التي قد تكون بسيطة ومنها ما قد تزداد خطورته، تبرز أهمية الوقاية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتصدي لها.